بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في اللقاء الثاني من لقاءات رمضان المبارك. عبادة اليوم عبادة قلبية عظيمة اسمها جبر الخواطر. ما أجمل أن تجبر خواطر الناس بكلمتين حلوتين جميلتين. أما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. أما قال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. قولوا للناس حسنا، عندما ترى إنسانا قد يعني قصر في أمر معين، وهذا الأمر وارد عند الناس كلهم، لا ولا يعرى أحد من التقصير، يعني هذه جبلة بشرية، فإن جبرت خاطره بكلمة طيبة هذه عبادة عظيمة، إدخال السرور على قلبه، يمشي تعثر، فقلت له: لا بأس، قم لكل فارس كبوة ولكل سيف نبوة. تعثر في تجارته، ازرع الأمل فيه، قل له: إن شاء الله تعالى القادم أجمل، وهذه المرحلة تعطيك قوة ودفعا إلى الأمام. إن شاء الله تعالى كلما اشتد الظلام اقترب الصباح، وهناك أمور أكثر من رائعة، أنت عندك طاقة إيجابية، أنت كذا كذا. جبر الخواطر، إنسان سألك عن أمر معين يريد أن يسمع منك يعني كلمة طيبة، قل له: ما شاء الله، رائع كذا. وإذا أردت أن توجه، وإذا أردت أن تنصح، لا بأس أن تشير. بعد أن تجبر خاطره وبعد أن ترفع معنوياته، قل له: لكن حبذا لو فعلت كذا، لكان الأمر هو مع حسنه وتفرده وروعته لكان أفضل وكان أحسن. كلمة رائعة طيبة، دون أن تظهر عضلاتك الفكرية، ودون أن تظهر مهارتك وتفردك وتميزك، لا، هنا في ينبغي أن تتطامن وأن تجبر خاطر الناس. جبر الخواطر جاء في الأثر: ما عبد الله بأفضل من جبر الخواطر. لما تدخل السرور على إنسان، لما تجبر خاطر إنسان ينتظر. ابدأ بأهلك، يعني مثلا زوجك هي بأمس يعني الحاجة إلى الكلمة الطيبة. الآن نحن في رمضان، تجلس ساعات طويلة في المطبخ لإعداد الطعام لك وللأولاد، يعني هي تنسى تعبها كله بكلمة طيبة. قل لها يعني عندما تجلسون على مائدة الإفطار: سلمت يداك، جزاك الله خيرا، أكل رائع. يعني إذا كان في شوية ملح ناقص، إذا كان في، ما في مشكلة، ما في داعي تنقص عليها تعبها. الله يعطيك العافية، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، والله يعني لا ندري كيف نكافئك، نحيل مكافأتك إلى الله عز وجل. جبر خاطر ابنك، ابنتك، صديقك في العمل، أترابك، الكلمة، سبحان الله، يعرف هذا إنسان جبار الخواطر. الله يجبر خاطره كلمة طيبة. هل هذه عبادة سهلة ولا صعبة؟ هذه عبادة سهلة، لا تكلفك شيئا، جبر الخواطر، إدخال السرور على الناس. هذه مسألة أيها الإخوة، يعني لماذا أذكر هذه العبادات القلبية التي هي من أساس ديننا؟ حتى أبين أن العبادة لا تعني الصلاة والصيام فقط، وإنسان يخرج على الناس بكسر خواطرهم وتهجم عليهم وتعييرهم وشماتة بهم، لا، ما قيمة العبادة؟ العبادة الحقيقية أن تثمر سلوكا ينشر وينثر المحبة في دنيا الناس. جبر الخواطر، اجبروا خواطر بعضكم. الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة النبي قال صدقة، فما أجمل أن تخرج هذه الكلمة الطيبة من فمك حتى تكون سببا لسعادة الآخرين. اللهم يا رب نسألك ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى في هذا الشهر الأغر، في هذا الشهر المبارك، أن نجعل من شهر رمضان وكل الشهور طبعا، لكن باعتبارنا نتفيأ ظلال هذه العبادة، نجعل شهر رمضان كما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام، وهو شهر المواساة. جبر الخواطر، تواسيه بكلمة طيبة، إن كان بمال، إن كان بطعام، إن كان بكلمة تعطيه قوة إيجابية في حياته. إن شاء الله تعالى نريد أن نحقق هذه العبادة الغائبة.
اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبل الله صيامكم وقيامكم.